السلام عليكم. بخير الحمد لله. الحمد لله هذا النهار، هذا النهار مبارك والحمد ربي. وهنانا الولد بعدم في هذه 21 عام كانت تسول ولدي كيقول حمد ربي يا وليدي راني مظلوم، ابا راني مظلوم، حمد ربي خليني يا با منين لرا هسي فين قتل، باش قتل، باش هز، باش واش واحد وحدو غيفصل واحد ويفصلو ويفرقو؟ وهاد الناس اللي بيتين معاه كذبتوهم، والناس اللي ظلن معاه كذبتوهم، اش هاد الحالة هادي؟ اليوم كتسنى ولدك يخرج بعد 21؟ ايوا والله يخرجوا بخير والله انت علي في الغضب الرحمة يا ابني. 21 عام والسرعة نسينو ماشي غا دابا، ماشي غا دابا 21 عام طيبتنا طريه والحمد لله. وقال لك ابنيتي اللي ما تحطيه تحط عليه بطل في الدنيا عاش بطل، ولكن خص الصبر يكون، لو صبرتوا لا كان خير لكم، بين الصبر واحد الخير كبير، وهذا البطل اللي كيتحط على المساكين راه فيه واحد الخير للمساكين، ولكن الناس المسؤولين باش يلقاو اللي خلقهم من ينادي المنادي يا عبادي لا ظلم اليوم، باش غيلقوه؟ باش كيفاش غيكونوا امام الله؟ واش غيكونوا في الشخصيه ديالهم؟ كاينوا ادل الناس هما اللي غيكونوا ادل ادله لجلك غرق المشاكل. الصراحه عامره الله والحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله ما عندها حد نهايه لله. كنتسناوه اليوم ولكن راه ما عندناش ديك الفرحه ديال اننا كنتسناوه بانها خارج من الحبس، باقي في الحبس يعني، واخا يخرج راه باقي في الحبس يعني حتى ياخذ البراءه ديالو. حنا من هنا كنوصلوا الرساله ديالنا كنصيفطوها للملك نيشان يدخل على الخط، يعني ما كانش الملك راه ما يدخل حتى شي واحد على هذا الخط، لان القضيه كبيره وسي ضرب اربع قرن ديال الحبس، راه ماشي ضرب يومين اولا شهر ولا شهرين، اربع قرن ضاعف حياته، ما تزوج، ما دار ولاد، ما دار حتى شي حاجه، راه ما سهلاش اختي. حنا كنطالبوا باعاده التحقيق، راه عندنا طلب واحد اعاده التحقيق، راه ضرب 20 عام وعطاو اذن بفتح التحقيق وما داروا فيه حتى شي حاجه، ودابا كنطالبوا باعاده التحقيق، يعني اعاده التحقيق هي لا كلاس ديالو، هو الخروج ديالو، هي عاوده التحقيق. وليدي اش نقول لك اختي، راه على حساب الوقت، راه كيقال لك 21 عام ونص هو كيتسنى، واليوم ما جا بكري راه ما نعسناش كاملا في الدار، والله اختي ما نعسنا، كلشي فايق وحنا كنتسناو دابا ولا اله الا الله. وهو بعدا واحد القضيه راه رافض الخروج، راه ما بغاش يخرج، كيطالب باعاده التحقيق، قال لك انا الا ما كانوش يعاودوا معايا التحقيق خلوني في الحبس، راه ما بغاش يخرج اصلا. هذه هي الكلمة اللي نقول لكم، راه ما باغيش يخرج، ما باغيش يخرج، ما باغيش يخرج، كيتقلب على قلب على البراءة ديالو، ونحاولوا معاه وهذه لعل وعسى، وحتى بصراحة حتى حنا ما بغيناش يخرج، إلا كان غيخرج وهما ديك ديال ما معاودوا لا تحقيق ما داروا حتى شي حاجة في قضية، غيخليوه في الحبس، راه أربع قرن ما يمكنش حنا نضربوا أربع قرن أخر، راه صافي لا عطى الله عطاه، دابا راه كضرب كي قال واحد كضرب وكتنقص، كنشوفوا دابا الأخيرة يعني راه كلشي سالة، راه خلى بوه تبارك الله هذاك الوقت فاش تدوى، الوالد راه كان كيذبح سبعة ديال الحوالات، ثمانية ديال الحوالات في العيد الكبير، لعباد الله الجيران وهذه كيذبح ويصلخ راسه، دابا راه ما كيقدر يذبح حتى في الروج، كيفاش خلاه وكيفاش غيلقاه؟